أشعركم بنعمل دبس سوري والريحان زي نزرعنا. فهنجيب الدبس السوري نفتح العلبة دي وبعد لازم نحط عليها تحتها مناديل ومن فوق مناديل تكون مناديل مبللة أو كلها مبللة. كده شايفين ده اللب السوري ده الحبايه بتاعها البيضه الحته البيضه ديت هي هتكون الجدار بتاعها اتحطت من تحت. بيستخدم نحط فيها طينة تكون طينة برومبية على طين شرب عشان يطلع بسرعة. دلوقتي هنيجي نروح نشوف الكبر ازاي او اتحط ازاي واشتغل ازاي. تعالوا معنا نشوفها. لازم نشوفين ده لسه صغير او منتحطنا في زرع الوقت قطرع حاجة بسيطة. نشوفين الحبة ايه حاطينها حتى اللي هو الجير الابيض حاطنا تحت وما اللي بقى فوق. نشوفين الحبة ايه طبعا البيضة شايفين تبقى موجودة فوق. مش استحسن ان انت تحط عليها تحت رمل وتحت شرب وفوق رمل عشان تشتغل بسرعة وتكون خفيفة على التراب عشان يطلع الزرع كويس وحلو. نسيب الصورة شوية ونكمل الكلام. بعد ما هي بتفك الوحدة اللباية السوري نفسها اللباية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بتسيبها شوية لحد ما هي بتفك ماشي معاك بتقعد يومين تلاتة. بس أهم حاجة تبعد عن العصافير أو أي طائر عشان ما ينزلش ياكل اللب السوري. طبعا شايفين بعدها ده اللب السوري ده لما كبر حاليا بيبقى الورق بتاعه بالمنظر ده. بعد كده بتطلع اللي هو القرص تمام. بس انا هنزل على النت من غير قرص من غير شكل القرص نفسه تمام لان هيغيب عما بيطلع. فالقرص ده بيكون مدور اللي هو بنسميه قرص عباية الشمس. بس هتخش على الريحان هنشوف معانا بقى زي ما انتوا شايفين ده الريحان اهوت بيتحط بعد ما يكون موجود في الشجرة بتاعه بتاخدها وبتنشفها وبعد كده بتفركه وتحطه في كيسه ويفضل يكون محفوظ على كده. بنجيب علبه صغيره زي دي ونحط فيها مناديل ونزرع علبه صغيره اي علبه تمام. وطبعا بنجهز علبه تانيه تمام زي ما انتم شايفين كده. نفتح قطن ده الريحان من الداخل نحطه قطن فيه ميه هتحط المنديل نفصل الريحان وتحط نقط او قطرات من الميه وبعد كده بتسيبه تمام لمدة اسبوع بيبدا ينبت او بيبقى بالمنظر ده. تاخده تحطه على طول في الشرب وبعد كده بيبدا يطلع كما شايفينه. اهم حاجة تغطيه بالمنديل ويكون ورق الماني او غطا عشان ما يدخلش الهواء فينشف المنديل وهيعوز يحتاج مية تمام او هيضطر ياخد الهواء فيتعرض للهواء مش هيشتغل خالص معاك. ده انت شايف طبعا ده وتحط الالمانيا ما تخرمش وتقفل عليه كويس عشان ما يفكش منك.
ما قدرنا نشكل. إن شاء الله الحلقة الجاية مش راح تكون زي نعمل الحلبة والطماطم، بزر الطماطم. بس الحلقة اللي بعدها إن شاء الحلقة الجاية إن شاء الله هنكون نعمل لكم بزر الطماطم، إزاي نزرعه تمام، وإزاي هيتزرع وإزاي يتحط تمام، ويشتغل إزاي إن شاء الله هنشرحه في الحلقة الجاية. انتظرونا قريبا، تعالوا معايا بقى نشوف ريحان بعد ما هو كبر. ممكن تحطها في علبة دي الأول، تعالى بقى معانا عشان نشوف الريحان لما كبر. ده ما ده الريحان الحجم الصغير دوت، ده الريحان الجديد تمام اللي احنا اللي انتم شايفينه ده، واحدة من ضمنهم. ده شجر بقى الريحان اللي هو التجربة اللي قبلها، ده الريحان اهوت لما يكبر هيكون بنفس الحجم ده وهيكون بنفس الصلابة بتاعه. دوت الريحان، شجر الريحان لما بيكبر بيبقى بنفس الشكل ده، ولما بتحافظ عليه اكتر بيبقى احسن شكله وقوته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، ولمزيد من المقاطع المشابهة اشترك الآن.